تصفح الكتف وهي تحدث عندما يتمكن شخص من رؤية ما يقوم المستخدم بادخاله من خلال لوحة المفاتيح او رؤية شاشة الكمبيوتر مما يسمح لهذا الشخص من معرفة كلمة السر والمعلومات السرية الاخرى وللتصدي لهذه المشكلة فيجب على المستخدم قبل ان يقوم بادخال معلومات سرية يجب عليه ان يتأكد من انه لا يوجد احد يقوم بمراقبته وأن يكون في وضع لا يجعل أي أحد ممن من حوله قادر على رؤية ما يقوم بكتابته ويفضل أن لا يقوم بإدخال المعلومات السرية الخاصة به أو الخاصة بالعمل في الأماكن العامة مثل المقاهي المطارات إلى آخره